وسهلا فيكن ببرنامج مدرستي. أنا اسمي عبير وأنا معلمتكن لمادة اللغة العربية. قبل ما أخبركن شو الحرف يلي رح نعمله مراجعة اليوم، رح نتذكر سوا أيام الأسبوع. في الأسبوع 7 أيام، خلينا نرددهن مع بعضنا. الاثنين، الاثنين، الثلاثاء، الثلاثاء، الأربعاء، الأربعاء، الخميس، الخميس، الجمعة، الجمعة، السبت، السبت، الأحد، الأحد. وهلأ يا أصحابي بدي منكم تحضروا الورقة والقلم، لأنه مجموعة كبيرة من التمارين حضرت لكم إياها. بس قبل خلينا نسمع سوا أغنية أيام الأسبوع. الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، والأحد. أيام الأسبوع 7، أيام الأسبوع 7، أيام الأسبوع 7، هيا نرددها. الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، والخميس، الجمعة، والسبت، وأيضا الأحد. تتذكروا المنجل يا أصحابي؟ المنجل هو أداة بيستعملها المزارع لما بده يحصد القمح، والمنجل بيشبه حرف تعلمناه سابقاً. مين منكم بيتذكر؟ خلينا سوا نطلع منيح على اللوح. المنجل يشبه حرف الصاد. نعم، الصاد، وهنا خط مستقيم. والسن يلي كنا اتفقنا أنه أبداً أبداً ما ننسى. إذن المنجل يساعدنا لنتذكر كيفية كتابة حرف الصاد هكذا بهذا الشكل ثم خط مستقيم. هيا لنتذكر كيفية كتابة حرف الصاد. نضع نقطة تحت السطر، نعم نقطة تحت السطر، ثم كالمنجل وخط مستقيم. ما بننسى، ما بننسى السن، لأنه الصاد في إلها سن. أبدا أبدا ما لازم ننسى. إذا حرف الصاد كالمنجل ثم خط مستقيم، في سن صغير هون بيميز هيدا الحرف عن غيره من الأحرف. إذا كتابة حرف الصاد في بداية الكلمة كالمنجل خط مستقيم وسن صغير، هذا هو حرف الصاد في بداية الكلمة. اسمها الصاد ولفظها ص، ص ليس س، ص. اسمها الصاد ولفظها ص. والآن حرف الصاد في وسط الكلمة، بتمد إيدها الصغيرة لتمسك الحرف اللي قبله، ثم كالمنجل خط مستقيم وسن الصغير أبداً ما لازم ننسى. إيدها الصغيرة لتمسك الحرف اللي قبله، ثم كالمنجل وسن
خط مستقيم. حرف الصاد في بداية الكلمة، حرف الصاد في وسط الكلمة، والآن سنكتب حرف الصاد في آخر الكلمة متصل. نعلي شوي عن السطر تنعمل الإيد، هيدي إيدها الصغيرة يلي بدها تمسك فيها الحرف اللي قبله. نعمل حرف الصاد كالمنجل، وهلأ هون ما بنرجع بنعمل سن، لأنه هون في عنا مثل جرن صغير هو كأنه السن تبع الصاد. مرة أخرى، خط صغير، حرف الصاد هكذا هون كأنه هيدا هو سنة وبكفة مثل جرن صغير. حرف الصاد في آخر الكلمة متصل أم منفصل؟ طبعاً متصل. والآن حرف الصاد في آخر الكلمة منفصل هكذا. إذن كالمنجل خط مستقيم وجرن صغير مثل نصف دائرة. حرف الصاد في أول الكلمة، حرف الصاد في وسط الكلمة، حرف الصاد في آخر الكلمة متصل، وحرف الصاد في آخر الكلمة منفصل. وهلأ سوا بدنا نتذكر الأصوات الطويلة والأصوات القصيرة. مين منكم بيتذكرون؟ أنا مأكدة أنه كتار منكم حفظون الصوت الطويل الأول، الألف. الألف اسمها الألف ولفظها اسمها الواو ولفظها أو، اسمها الياء ولفظها إي. هو الأصوات الطويلة. أما الأصوات القصيرة فعنا الفتحة والضمة بيطيروا فوق الحرف. الفتحة صوتها أ، والضمة صوتها أو. ممتاز. أما الكسرة فهي تسبح تحت الحرف. كيف صوتها للكسرة؟ إيه، أحسنتم. والآن سنكتب حرف الصاد مع الأصوات الطويلة والأصوات القصيرة. إذن نحط نقطة تحت السطر، نرسم حرف الصاد كالمنجل، كأنه عم نرسم المنجل، خط مستقيم وسن صغير، ثم الصوت الطويل الألف. ص آ ص آ ص ص. أما في وسط الكلمة حرف الصاد وسن صغير ما بننسى مع الفتحة، ص آ ص آ ص. حرف الصاد مع الصوت الطويل أو ص أو ص أو صو. حرف الصاد في آخر الكلمة مع الصوت القصير الضمة، ص أو ص أو صو صو. حرف الصاد في آخر الكلمة متصل بالصوت الطويل الياء، ص إي ص إي صي صي. أما حرف الصاد في آخر الكلمة متصل مع الصوت القصير الكسرة، ص إي ص إي صي صي. خلينا يا أصحابي نرددهم مرة أخيرة، ص ص ص ص، صو 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 صو، صي 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 صي. وهيك منكون تذكرنا كيفية كتابة وقراءة حرف الصاد يلي صوته ص مع الأصوات الطويلة والأصوات القصيرة. تتذكروا هاللعبة يا أصحابي؟ هاللعبة سهلة كتير،
بس علينا أن نحط الصور يلي ببلشوا بحرف الصاد بهيدا الصندوق، أما الصور يلي بيخلص اسمهم بحرف الصاد فمنحطهم بهيدا الصندوق. حاضرين لنلعب سوا؟ وانتبهوا كتير منيح، يمكن غلطتكم، يمكن يكون في كلمات ما بتبلش بحرف الصاد ولا بتخلص بحرف الصاد، يمكن يكون في وسط الكلمة، لازم كتير تنتبهوا. الصورة الأولى ميقص. ميقص، أين نسمع حرف الصاد؟ ميقص. هل نسمع حرف الصاد في بداية الكلمة؟ كلا. هل نسمع حرف الصاد في آخر الكلمة؟ ميقص. طبعاً أحسنتم. إذا نضع الصورة في هذا الصندوق. صادف. صادف، هل تبدأ هذه الكلمة بحرف الصاد؟ صادف، اسمعوا منيح، صادف. طبعاً تبدأ بحرف الصاد، إذا أضعها في هذا الصندوق أم في هذا الصندوق؟ طبعاً هنا، أحسنتم. مصباح. مصباح، ما هذا؟ إنه مصباح. أين نسمع حرف الصاد؟ في بداية الكلمة؟ مصباح. كلا، في آخر الكلمة أيضا لا. إذن أين هو حرف الصاد؟ مصباح، في وسط الكلمة. إذن هذه الصورة لا نضعها في الصندوق. أحسنتم. الصورة الأخيرة إجاصة. إجاصة، أين نسمع حرف الصاد؟ إجاصة، في إجاص. إجاصة، فينا نسميها إجاص إذا كانوا كتار منقلهم إجاص. أين نسمع حرف الصاد؟ في أول الكلمة. كلا، الإجاص حرف الصاد في آخر الكلمة. ممتاز، أحسنتم. والآن سننتقل لنتذكر المحفوظة. المحفوظة، من منكم يتذكر محفوظة حرف الصاد؟ مع الصاد ذهبت إلى الحصاد، سمعت هناك عصفورا. شو منعمل لما منروح على الحصاد؟ شو مناخد معنا؟ المنجل. سمعت هناك عصفورا يقول بصوته الأجمل، أراك تحمل المنجل. شافني العصفور حامل المنجل، والمنجل نستعمله لحتى نقص القمح بوقت الحصاد. خاف العصفور فقال بصوته الأجمل، أراك تحمل المنجل، لماذا؟ فقلت لا تفزع، فهذه الصاد كالمنجل، حرف الصاد كالمنجل، مثل ما اتفقنا وتعلمنا. والآن رددوا معي محفوظة حرف الصاد. مع الصاد ذهبت إلى الحصاد، سمعت هناك عصفورا يقول بصوته الأجمل، أراك تحمل المنجل، لماذا؟ فقلت لا تفزع، فهذه الصاد كالمنجل. مع الصاد ذهبت إلى الحصاد، سمعت هناك عصفورا يقول بصوته الأجمل، أراك تحمل المنجل، لماذا؟ فقلت لا تفزع، فهذه الصاد كالمنجل. صابون. صابون، صياد. صياد، صحن. صحن، صخرة. صخرة، صقر. صقر، صرصور. صرصور، صدف. صدف. وهلأ وصلنا للفقرة الأخيرة بحلقتنا. حضرتلكم تمرين سهل، نطلع منيح على اللوح. في عنا عمودان. شو في عنا؟ عمودان. شو بدنا نعمل؟ بالعمود الأول في عنا مقاطع صوتية،
ودايماً الكلمة تتألف من مجموعة مقاطع صوتية. نحن اللي علينا أنه نجمع المقاطع الصوتية وننبش وين الكلمة صحيحة. اتفقنا؟ إذن المقطع الصوتي الأول هو ص أ ص ص ح صاح صاح. هلا بدي منكم كل واحد يجرب يقرأ لوحده. هل هنا كتب صاح ص دق؟ إذن منا صاحة. هنا هل يوجد صا؟ هنا صاحة. إذن هون في عنا المقطعين الصوتيين صاحة وهون الكلمة صاحة. إذن نوصلن مع بعضن. الكلمة الثانية، المقطع الصوتي الأول صا ص دق صادق صادق. وهون شو عنا؟ أي حرف؟ حرف تعلمناه اليوم وتذكرناه كتير منيح، حرف الصاد. ص ص دق دق. إذن هول ثلاث مقاطع صوتية لما جمعناهم سوا حصلنا على كلمة صادق. صادق هو الشخص يلي ما بيكذب، بيكون صادق دايما. المقطع الصوتي الأول هنا أيضا صا ص آ صا بو ن صا بو ن. إذا جمعناهم مع بعض على أي كلمة بنحصل؟ على كلمة صادق، على كلمة مي قص مي قص. كلا، هنا صابون وهنا مي قص. إذن هذه ليست صابون. صاحة أيضا لا، صابون هنا. إذن صابون ثلاث مقاطع صوتية لما منجمعهم مع بعض منحصل على كلمة صابون. الصابون هو اللي منغسل فيه إيدينا كتير منيح. الكلمة الأخيرة كلمة، مين بيتذكر هالحرف؟ حرف الميم. مي 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 ق ص مي قص مي قص. هي الأداة اللي منقص فيها الورق. مي قص. أين الكلمة؟ أين كلمة مي قص؟ هولن المقاطع الصوتية، ولكن أين الكلمة؟ مي قص هنا صادق. كلا، هنا صح. مي قص رح أحط لها الشدة لأنه عم نقول مي قص. ومنوصل كلمة ميقص مع المقاطع الصوتية الخاصة بها. وهيك يا أصحابي بهالحلقة منكون تذكرنا كيفية كتابة حرف الصاد وكيفية لفظه ص. اسمها الصاد ولفظها ص. وشفنا كيفية كتابة حرف الصاد مع الأصوات الطويلة والأصوات القصيرة. خلينا نقراهم مرة أخيرة. ص ص ص ص صو 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 صي 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 صي. وهيك منوصل لنهاية حلقتنا. أنا صار لازم ودعكم، بشوفكم بالحلقة القادمة. ما تنسوا تسمعوا أغنية الحلقة. إلى اللقاء. تاء جيم حاء خاء.
دال ذال راء زي زين شين صاد ضاد طه ضه عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون حاء واو ياء ألف أسد باء بيت داء تاج داء ثوب جيم جمل حاء حمار My name is Grace. I am your English teacher. My name is Grace. What is your name? منجاوب أصدقائي منقول My name is Cynthia. My name is Shadi. حطوا اسمكم محل اسمي. My name is Fadi. Very good. هلا How are you today? How are you today? كيف حالك أو كيف حالك؟ I am fine. Thank you. أنا بحالة جيدة. شكراً. How are you today? How old are you? How old are you? كم تبلغ من العمر أو كم تبلغين من العمر؟ من جاوب I am 5 years old. 1, 2, 3, 4, 5. 5 years old. أو I am 10 years old. Very good. إذا بدي أسألكن عن هواياتكن بقول What are your hobbies? تتذكروا أخذناهن من قبل. What are your hobbies? I like running, الركض. أو I like swimming, السباحة. أو I like walking, أنا أحب المشي. What are your hobbies? أنا I like fishing, صيد السمك. واليوم أصدقائي إذا كنا الاثنين شو منقول؟ Today is Monday. منبلش بالاثنين Monday Today is Monday أو Today is Tuesday الثلاثاء Tuesday Today is Wednesday إذا كنا الأربعاء Today is Wednesday Today is Thursday الخميس Today is Thursday Very good Today is Friday الجمعة Today is Saturday السبت Today is Sunday الأحد Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Very good. بس أصدقائي بعد في سؤال بدي أسألكم إيه تعلمناه من قبل. أين تقيم؟ أين تقيمين؟ Where do you live? Where do you live? I live in Lebanon. أنا أعيش في لبنان. I live in Syria. أو I live in Iraq. أنتوا وين عايشين؟ بتقولوا أو لبنان؟ أو سوريا أو إيراك. هلا أصدقائي رح أترككم تسمعوا لأغنية جديدة. Let's listen to a new song وأنا برجع لكم. Hello, hello. Good morning, my friend Peter. Good morning, my friend Sue. How are you, my friend Peter? Tell me, how are you? I'm fine, thank you. How about you? I am fine too. Thank you. How old are you, Peter? I am 6 and you? I am 6 too. Woohoo, woohoo, woohoo! اليوم أصدقائي
أصدقائي بدنا نعمل مراجعة مع بعض لثلاث أحرف. Revision مراجعة. Three letters. One, two, three. أول letter هو the letter M. تتذكروا the letter M؟ كيف نرفضها؟ M. M. The letter M and we pronounce it M. The letter M and we pronounce it M. Very good. ثاني letter هي the letter H. The letter H and we pronounce it H. H. كيف نرفضها؟ H. مثل hat قبعة. H. Hat. The letter H and we pronounce it H. مثل hat. ثالث letter the letter R. R. And we pronounce it R. R. The letter R and we pronounce it R. Very good. فإذا M. M. H. H. R. R. خلينا نتذكر كيف نكتبون capital letter and small letter. كل letter له شكلين. نبلش بأول letter the letter M. Capital M نبلش ببوينت على الخط التحتاني نطلع straight line لفوق ننزل كأنه عم نرسم رسمة عم نرسم نزلة نوقف على الخط النصاني نرجع عم نطلع وننزل بالشكل التالي a straight line Capital M. أما السمول M فمنبلشها من الخط النصاني انتبهوا منحط بوينت على الخط النصاني ننزل straight line لتحت ونعمل أول تلة وتاني تلة كأنه عم نعمل تلة صغيرة أو جبل صغير نعمل straight line بعدين جبل صغير نرجع جبل تاني صغير ملزقين ببعض capital M small M and we pronounce it M M مثل monkey تتذكروا المونكي القرد monkey M أما تاني letter فهو the letter H منبلش بالكابيتال H بنحط بوينت على الخط الفوقاني ننزل straight line لنوصل لتحت منقرب من فوق شوي ونرجع نرسم كمان straight line تاني مواجه لإله وبالنص نعمل خط بالعرض بشكل التالي كأنه عم نعمل جسر بين two straight lines يلي رسمناهم أول straight line تاني straight line وخط بالنص capital H and we pronounce it H مثل hat قبعة hat أما small H فمنبلشها كمان من فوق ننزل straight line ما منحط straight line تاني للنص بدنا نرجع نطلع على النص ونعمل جبل صغير الشكل التالي the small letter H عملنا straight line بعدين طلعنا جبل صغير بين الخط التحتاني والخط النصاني capital H small H أما ثالث letter فهو the letter R R the letter R منبلش بالcapital R منحط point على الخط الفوقاني ننزل straight line لتحت نرجع لنفس البوينت يلي بلشنا منه نعمل semi circle لنوصل للنص ننزلنا دنب بالشكل التالي مننزلنا دنب بالشكل التالي فينا نكمل الدنب نعمله هيك وفينا نوقفه على الخط النصاني اثنيناتهم صح فإذا بلشنا ببوينت فوق نزلنا straight line عملنا semi circle للنص وعملناه لدنب لتحت capital R أما السمول R فبتختلف كتير انتبهوا منبلش من الخط النصاني ننزل straight line لتحت نرجع منطلع منعملها دنب لفوق بالشكل التالي دنب لفوق بيوقف على الخط النصاني capital R small R the letter R and we pronounce it R R مثل rabbit rabbit أرنب هلأ أصدقائي خلينا نشوف مع بعض شو عنا بالصور على اللوح منبلش بأول صورة عنا قناع قناع شو يعني قناع بالإنجليش؟ قناع يعني مه ماسك مه ماسك رح اكتبها ماسك قناع ماسك عيدوا من وراي ماسك شو ببلش ماسك مه هلا بعد شوي رح نعمل سيركل على اللتر
عنا تحت كمان صورة تانية عنا بقلبها حليب. حليب؟ مين بيشرب حليب؟ كلنا بنشرب حليب. تعرفوا شو يعني حليب بالإنجليش؟ مه ملك. ملك ملك يعني حليب. خليني اكتبها كمان، بلش بالمه. ملك. ملك يعني حليب. ننتقل للصورة لهون. عنا هون تلة. تلة يعني مثل جبل بس صغير كتير، بنسميها تلة. شو يعني تلة بالإنجليش؟ تلة يعني هيل. هيل تبا هيل تلة. وتحت عنا قلب. قلب شو يعني قلب بالإنجليش؟ كمان ببلش باله. هارت. هارت هارت يعني قلب. هارت قلب. هارت. أما هون فعندي صخرة. صخرة شو يعني صخرة بالإنجليش؟ ر. روك. روك يعني صخرة. روك صخرة. وأما تحت فعندي المطر. المطر رين المطر. حكتبها هون. فإذا رين المطر. ره رين. خلينا نرجع نقولهم مع بعض. منبلش قناع. ماسك. مه ماسك. حليب ميلك. ميلك حليب. أما هون فعندي تلة. تلة هيل. هيل. هون عندي قلب. هارت. هارت. أما هون فعندي صخرة. روك. روك. وهون عندي مطر. المطر رين. خلينا هلأ نشوف كل كلمة بأي لتر بتبلش. أول كلمة ماسك. شو عم نسمع بالأول؟ ماسك. مه. عنا the letter M. The letter M and we pronounce it مه. ماسك قناع. أما هون فعندي ملك. مه. ملك. The letter M وعندي إياها بأول الكلمة. نعمل لها circle دائرة. مه ماسك. مه ملك. أما هون فعندي اسمعوا منيح هيل. هيل شو عم قول بالأول؟ هيل. أي letter؟ The letter H. Very good. The letter H. هيل. وهي بأول الكلمة. نعمل لها سيركل دائرة. هيل. تل. تلة. هون عندي هارت. هارت قلب. هارت كمان بتبلش بالليتر H. بنلفظها هارت. بعمل لها سيركل وبننتقل لهون. هون عندي صخرة. روك. اسمعوا منيح. روك. ره. روك. The letter R. Very good. The letter R. وعنا إياها بأول الكلمة. The small letter R. نعمل لها سيركل. وهون كمان عندي the letter R. عيدوا من وراي. رين. رين. ره. رين. The letter R. And we pronounce it ره. رح أعمل لها سيركل كمان. فإذا صار عندي مه ماسك ميلك. ماسك ميلك. هه هيل هارت. هه هيل هارت. ره روك رين. ره روك رين. 3 letters. 1 2 3. أول letter the letter M. capital M. small M. and we pronounce it مه مثل ماسك قناع. ملك حليب. ثاني letter the letter H. capital H. small H. and we pronounce it هه مثل هل تلة أو heart قلب. ثالث letter the letter R. capital R. small R. and we pronounce it ره. ره مثل rock صخرة و rain مطر. ما تنسون أصدقائي اكتبون منيح، دربوا عليهم، ما تنسوا الكابيتال لتر والسمول لتر
واحفظوا الأسامي كثير منيح بالإنجليش. أنا برجع لكم بعد شوي. هلأ أصدقائي بدنا نتعلم مع بعض فعل جديد. شو يعني فعل بالإنجليش؟ verb. very good. verb مثل verb to be, verb to eat, verb to run. والكلهم بدنا ناخدهم. بس اليوم بدنا نكتب مع بعض verb to drink. verb to drink. عيدوا من وراي. drink مثل I drink يعني أنا أشرب. أنا أشرب. خلينا نكتبه مع بعض. منبلش verb to drink. verb to drink. شو منبلش بالأول؟ ب أنا. شو يعني أنا؟ أنا I. excellent. I. منبلش ب I. أنا أشرب يعني I drink. very good. خلينا نكتبها مع بعض. I drink. أنا أشرب. I drink. من وراء I بدنا نكتب أنت أو أنتي. شو يعني بالإنجليش؟ ذكروني أصدقائي. أنت أو أنتي يعني you. very good. you. you يعني أنت أو أنتي. أنت تشرب. you drink. أنتي تشربين. كمان you drink. خلينا نكتبها مع بعض. معكم ورقة وقلم؟ اكتبون معي. you drink. I drink. أنا أشرب. you drink. أنت تشرب أو أنت تشربين. فإذن you drink. أنت تشرب أو أنت تشربين. هلأ أصدقائي إذا بدي أقول هو يشرب. هو يشرب يعني مذكر واحد. هو يشرب. شو بقول؟ he drink. he drink أو he drinks. he drinks. very good. منحط S مع he ومع she ومع it كمان. خلينا نكتبهم مع بعض. he drinks. ما تنسوا ال S مع he. منحط S للverb. he drinks. she drinks يعني هي تشرب كمان مع S. he drinks. she drinks. بعد في it drinks. تتذكروا الإت؟ نستخدمها تندل على حيوان أو على شيء. إذا عنا البقرة تشرب. the cow. البقرة حيوان. إذا بدي دل عليها قول it drinks. it drinks. it بتدل على الحيوان أو على الشيء. it drinks. it drinks يعني البقرة تشرب. إذا بدي دل على حيوان أو على شيء. هلأ إذا بدي أقول نحن. نحن. we. we drinks أو drink. drink ما بنحط S بس مع he مع she ومع it. بنحط we drink. we drink يعني نحن نشرب. وآخر وحدة هم. هم يشربون. هم يشربون. شو بحط بالإنجليش؟ هم يعني they. بستخدمها لما يكونوا كتار. أكتر من شخص أو شخصين. قول they drink. اكتبها مع بعض. they drink. خلينا نرجع نعيدهم مع بعض. I drink. أنا أشرب. you drink. أنت تشرب أو أنتي تشربين. اثنيناتهم أنت وأنتي. you drink. he drinks مع S. he drinks. she drinks. هي تشرب كمان مع S. ننتقل لهون. it drinks. إذا عم ندل على حيوان أو على شيء نستخدم it ونحط معه S. it drinks. we drink يعني نحن نشرب. نحن نشرب. we drink. they drink. هم
يشربون. هم يشربون. They drink. وما تنسوا مع مين بحط S؟ He, she و it. Very good. هلأ إذا بدي أقول أصدقائي، أنا بشرب حليب. نحن أخذنا قبل شوي إنه حليب يعني milk. Milk. Very good. إذا بدي أقول أنا أشرب حليب، شو بقول؟ أنا كتبناها هون I أشرب drink. I drink milk. أنا أشرب حليب. You drink milk. أنت تشرب حليب أو أنت تشربين حليب. شو بزيد؟ بزيد milk. رح أكتبها هون بخط صغير. إذا زدت هون milk. I drink milk يعني أنا أشرب حليب. كمان you drink milk. أنت تشرب حليب أو أنت تشربين حليب. He drinks milk. هو يشرب حليب. She drinks milk. هي تشرب حليب. أما إذا بدي أقول الماء، أنا أشرب الماء أو المياه، شو بقول؟ I drink water. Water أخذناها من قبل، لحطها هون. It drinks water. لحطها كمان. شو يعني water؟ يعني ماء أو مياه. It drinks water. مثل البقرة تشرب المياه. إذا بدي دل على البقرة يلي هي حيوان، استخدم it. It drinks water. We drink water. نحن نشرب ماء. We drink water. أو they drink water. هم يشربون الماء. They drink water. طيب إذا بدي أقول أنا أشرب القهوة. القهوة شو يعني قهوة بالإنجليش؟ coffee. coffee رح حطها بالآخر. تعالوا مع بعض نكتبها. They drink. إذا بدي أقول هم يشربون قهوة، قول they drink coffee. coffee قهوة. They drink coffee. هم يشربون قهوة. They drink coffee. Water مياه. Coffee قهوة. Milk حليب. شفتوا أصدقائي كيف أنا عملت جملة فيها معنى واستخدمت verb to drink، استخدمت I, you, he, she, it, we, they، حطيت الverb ورجعت حطيت milk, water أو coffee. فينا نعمل جمل صغيرة بكل سهولة. بديكن أنتوا لحالكم كمان تجربوا تعملوا جمل، تألفون وتكتبون باستخدام verb to drink, milk, water و coffee. دربوا عليهم منيح. أنا هلأ رح أترككم تسمعوا لأغنية الحلقة، وأنا برجع بشوفكم بالحلقة المقبلة. باي. Seasons in the year, there are four seasons. أهلا وسهلا فيكم أصدقائي بحصة الرياضيات ببرنامج مدرستي. أنا شمس بعلمكم هيدا المادة، وبكل حصة بيكون عنا درس جديد مهم لازم نعرفه ونتعلمه. لحتى تتعلموا منيح بدي شجعكم تفتحوا دينيكم وعيونكم كتير منيح وتحضروا القلم والورقة حتى تكتبوا كل شي رح نتعلمه سوا، لأنه كل مرة بتتمرنوا عليهم أكتر كل ما يترسخوا بذهنكم أكتر. ومثل كل حصة بالبداية أنا وياكم رح نستمع لأغنية الأرقام، وأنا أكيدة إنه صرتوا تعرفوها شوي، رددوها وغنوا معها حتى تعرفوها
أكثر من بعد ما نسمع لهيدي الأغنية رح نباشر بدرسنا لليوم. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 في مزرعة جدي أشجار كثيرة رأيت فيها ثمار صغيرة وكبيرة ورحت أعدها هيا هيا نعدها 11 تفاح 12 أناناس 13 برتقال 14 دراق 15 مشمش 16 رمان 17 كرز 18 إيجاز 19 و20 رأيت شجر الليمون Eleven, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. In my grandfather's farm, I saw a lot of trees that have many fruits. Let us count them, please. Come, let's count them all. All the fruits, big and small. 11 apples, 12 pineapples, 13 oranges, 14 peaches, 15 apricots, 16 pomegranates, 17 cherries, 18 pears, 19 and 20. The fruits were plenty. هلأ يا أصحابي جاهزين تنبدأ بدرسنا لليوم؟ بس قبل رح فرجيكم شو جبت معي. مرات أنا بطلع مع عمي على القرية على الجبل، هنيك في أشجار فيها تفاح، وقطفت تفاح وجبت لكم ياهن معي بهيدي السلة. بتعرفوا التفاح كتير مفيد لصحتنا، في منه لون أحمر في منه لون أخضر. تعرفوا كم تفاحة في عندي بالسلة؟ خلينا نعدهم أنا وياكم. 1 2 3 4 عدوا معي. 5 6 7 8 9 10 في عندي 10 تفاحات. إذا كل يوم أنا بدي أكل تفاحة يعني كم يوم تيخلصوا؟ 10 تفاحات كل يوم تفاحة يعني بدي 10 أيام، يعني كتير. كل يوم بنام وبفيق بنام وبفيق 10 مرات بتكون خلصت التفاح يلي عندي هون. خلينا أنا وياكم هلأ نعدهم باللغة الإنجليزية مع بعض، نرجعهم على السلة. جاهزين؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 يعني 10. شفتوا؟ بعد 10 days بيكونوا خلصوا التفاح إذا كل يوم أكلت 1 apple، تفاحة واحدة. تفاحة يعني apple، 1 apple تفاحة واحدة. هلأ رح خبركن شو صار معي. امبارح لما كنا بدنا نتعشى إجا البابا بيي والدي يعني عطاني قطعة خبز. بعد شوي لما إجوا كل إخواتي إجت الماما عطيتني قطعتين من الخبز. 1 2 بعدين أنا لما فتت على المطبخ لقيت فيه على الطاولة 3
قطع من الخبز. واحد، اثنان، ثلاثة. جبتهم معي لحتى إذا بدنا ناكل بعد تيكون عنا خبز. فإذا البابا عطاني قطعة واحدة، الماما عطيتني قطعتين من الخبز، وأنا لقيت بالمطبخ ثلاث قطع من الخبز جبتهم كلهم لحتى ناكل كلنا مع بعض. كم قطعة من الخبز في عنا كلهم مع بعض المجموع؟ خلينا نعدهم مع بعض. واحد، اثنان، ثلاثة، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. فإذا ست قطع من الخبز. واحدة البابا عطاني إياها، نعمل له شوارب للبابا. واحد، اثنين الماما عطيتني إياهن. وثلاثة أنا لقيتهم بالمطبخ وجبتهم. وهيدي أنا. فإذا كلهم مع بعض المجموع طلعوا واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. ما هيك؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6. تعرفوا شو عملنا نحن هون؟ كأنه جمعناهن مع بعض. جمعنا واحد واثنان وثلاثة مع بعضن. يعني فيني حط علامة الزائد هون، مزبوط؟ كأنه فيني أعمل هيك. واحد زائد، زدت عليهم اثنان اللي جابتهم الماما، بعدين زائد ثلاثة اللي لقيتهم بالمطبخ. فإذا فينا نجمع أكثر من رقمين مع بعضهم وبيطلع لنا بالآخر مجموع، مزبوط؟ ما ننسى إذا بدنا تنعرف إنه نحن زدناهن بنحط علامة زائد، وهون فينا نحط يساوي لأنه صرنا نعرف ما هو المجموع. باللغة الإنجليزية بنحط على هيدي الجهة equals 6. 6 يعني 6. عم نشوف قطع الخبز قدامنا وشفنا كيف صرنا نزيد عليهم كل شوي قطع أكثر. إذا بدنا نحولها لمعادلة حسابية أنا وياكم، شو رأيكم هلأ نفكر كيف لازم نعمل حتى تصير مكتوبة بالأرقام؟ ركزوا كتير منيح معي. أول شيء البابا جاب لي قطعة واحدة من الخبز، قطعة واحدة. فإذا بقدر أكتب هون رقم واحد لأنه عندي كان بالبداية قطعة واحدة. بعدين إجت الماما جابت لي قطعتين من الخبز، فإذا بقدر هلأ زيد القطعتين يلي جابتهم الماما على القطعة يلي كان عطيني إياها البابا. حتى زيد ما ننسى أنه لازم حط علامة زائد، وبعدين قديش لازم زيد؟ اثنان، صحيح، لأنه الماما جابت لي قطعتين من الخبز. ومن بعدها لما أنا دخلت على المطبخ وشفت ثلاث قطع من الخبز وجبتهم معي، زدتهم ضفتهم على اللي كانوا عندي من قبل. فإذا لازم حط علامة الزائد هون كمان. بما أنه أنا لقيت ثلاث قطع من الخبز بقدر أكتب زائد ثلاثة، والمجموع مثل ما عديناهن واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. فإذا يساوي ستة. رح أرجع عيدها هلأ باللغة الإنجليزية، وهالمرة رح أبدأ من اليسار إلى اليمين، لأنه مثل ما صرتوا تعرفوا دايماً باللغة العربية من اليمين إلى اليسار، وباللغة الإنجليزية من اليسار إلى اليمين. فإذا one piece of bread، one زدت عليها اثنين يعني two plus two، زدت عليهم 1, 2, 3 يعني plus 3 مثل ما قلنا equals 6. الجواب النهائي المجموع أو the sum هي 6. أنتوا كمان فيكن لما تزيدوا أشياء تتذكروا أنه تكتبون بالأرقام. إذا كنا عم نزيد مثل ما عملنا هلأ نتذكر أنه نحط علامة
زائد، أكيد تنعرف المجموع بالآخر من بعد ما نعدهم، لازم نحط هيدي العلامة لا لنعرف إنه المجموع هو أو يساوي، تنقول هون 6 يمكن يكون 8 يمكن يكون 10 يمكن يكون 2، أنتو حسب ما بتشوفوا الغراض قدامكم وبتعدون. تمرنوا على هيدا التمرين يلي عملناه هلأ على اللوح مع بعض، واكتبوه عندكم على الدفتر وخليكن معنا لحتى نتابع درسنا لليوم. خلينا نتابع مع بعض مراجعة أسلوب الجمع، وهلأ أنا وياكن على اللوح رح نكون عم نكتب أرقام نجمعها مع بعض ونشوف ما هو المجموع من خلال هيدا اللعبة يلي أنتو رح تساعدوني فيها. 6 plus 2 7 plus 3 6 plus 4 0 plus 9. وأنا عم بكتبهم باللغة الإنجليزية، أنتو جربوا قولون باللغة العربية معي، بعد شوي رح قلكن شو هني، بس هيك أنتو بتتمرنوا تتذكرون، تتذكروا شو منقول كل رقم باللغة العربية. أتابع. فإذا 2 plus 2 وبعدين 5 plus 0 8 plus 1 ورح انتقل لهونيك 1 plus 4 واخر وحدة 3 plus 1 ورح نشوف كل وحدة من هول شو الجواب تبعولها ورح نوصلها بخط على الإجابة الصحيحة. ممكن يكون المجموع the sum 5، رح أكتبهم مش بالترتيب، رح أكتب هيك الأرقام تنشوف كل وحدة أيها بتكون الجواب الصحيح عليها. 10 8 9 4. فإذا الإجابات رح يكونوا 5 يعني 5، 10 ممكن تكون 10 يعني 10، 8 يعني 8، 9 يعني 9، 4 يعني 4. خليني لكم ياهن بالعربي بسرعة، ركزوا معي وجربوا أنتوا شوفوا إذا كان جوابكم صحيح من قبل. 3 plus 1 يعني 3 زائد 1، 1 plus 4 يعني 1 زائد 4، 6 plus 2 يعني 6 زائد 2، 7 plus 3 يعني 7 زائد 3، 6 plus 4 يعني 6 زائد 4. رح كمل 0 plus 9 يعني 0 زائد 9، 2 plus 2 2 زائد 2، 5 plus 0 يعني 5 زائد 0، 8 plus 1 8 زائد 1، 4 4 9 9 8 8 10 10 5 5. وهلأ رح استعمل لون الأخضر حتى أعمل خط بالإجابة الصحيحة. 3 plus 1 3 زائد 1 3، بحطها براسي وبزيد عليها 1 بكمل العد 3 4. فإذا بدي أعمل خط من هون على رقم 4، لأنه رقم 4 هو الجواب الصحيح. 3
3 + 1 = 4. فإذا هيدا هو الجواب الصحيح. 1 + 4. I put 1 in my head. 1 بحطها براسي وبحط 4 على أصابيعي وبعد. 1, 2, 3, 4, 5. فإذا الجواب الصحيح هو 5. وصلها ب number 5. يعني 1 بحطها براسي وأربعة أصابيعي. 1, 2, 3, 4, 5. فإذا 5 هو الجواب الصحيح. نتابع. 6 + 2. 6 in my head, 2 on my fingers. 6, 7, 8. الجواب الصحيح هو 8. وصلها بخط. 6 براسي و2 على أصابيعي. 6, 7, 8. هيدا هو الجواب الصحيح. 7 + 3. 7 بحطها براسي و3 على أصابيعي. 7, 8, 9, 10. الجواب الصحيح هو 10. 7, 8, 9, 10. فإذا هيدا هو الجواب الصحيح. 6 + 4. 6 بحطها براسي 4 على أصابيعي. 6, 7, 8, 9, 10. كمان 6 + 4 بيعطينا 10. 6, 7, 8, 9, 10. شفتوا؟ فإذا في عدة أرقام إذا جمعناها مع بعض رح تعطينا المجموع 10. نتابع. 0 + 9. 0 يعني لا شيء. plus 9 إذا حطيت 9 على أصابيع يعني 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. فإذا الجواب بضل هو ذاته 9 أو 9. 0 + 9 = 9. إذا زدت عليها لا شيء، 0، بضل الجواب 9. 2 + 2. 2 in my head, 2 on my fingers. 2, 3, 4. الجواب الصحيح هو 4. 2 + 2 = 2, 2, 3, 4. فإذا الجواب الصحيح هو 4. نتابع. 5 + 0. 5 بحطها براسي 0 ولا شيء. 5 بضل الجواب 5. 0 أو 5 + 0. 0 هو لا شيء، فإذا الجواب بضل 5. رح أعمل خط طويل من هون توصلها على رقم 5، لأنه هيدا هو الجواب الصحيح. 5 5. وآخر وحدة معنا بتكون 8 + 1. 8 بحطها براسي plus 1 1 8 9. 8 + 1 = 8 9. والجواب الصحيح هو 9 أو 9. اكتبوهن عندكم وتمرنوا على أسلوب الجمع لأنه سهل وحلو، ورح تصيروا تتقنوه كل يوم أكثر فأكثر لما تتدربوا عليه. تتذكروا أغنية أسلوب الجمع؟ بتقول أسلوب الجمع كم أحبه، يوما بعد يوم سأتقنه. أجمع الأرقام مع بعضها، أكتب من بعدها مجموعها. تذكروا تقولوها معي هلأ؟ خلينا نغنيها سوا. بتقول هيك: أسلوب الجمع كم أحبه، يوما بعد يوم سأتقنه. أجمع الأرقام مع بعضها، أكتب من بعدها مجموعها. كررها كمان مرة. أسلوب الجمع كم أحبه، يوما بعد يوم سأتقنه. أجمع الأرقام مع بعضها، أكتب من بعدها مجموعها. وهلأ نسمعها مع الموسيقى، من بعدها منتابع حصتنا.
شمعي كم أحبه، يوما بعد يوم سأتقنه، أجمع الأرقام مع بعضها، أكتب من بعدها مجموعها. أسلوب الجمع كم أحبه، يوما بعد يوم سأتقنه، أجمع الأرقام مع بعضها، أكتب من بعدها مجموعها. كان معي قطعة نقود، الماما عطيتني 5 والإيد 2 على الأرض. كم قطعة نقود صار عندي؟ واحد زائد 5 زائد 2 يساوي كم؟ 1 زائد 5 يساوي 6، 6 زائد 2 يساوي 8. إذن الإجابة الصحيحة 8. مظبوط. وهلا يا أصحابي صار الوقت حتى نعمل فقرة الأشغال اليدوية يلي من خلالها منطبق الدرس اللي تعلمناه لليوم. وبما أنه نحن اليوم عم نعمل مراجعة لأسلوب الجمع، فنحن هلأ رح نرسم أنا وياكم نحلة، نحلة يعني بي باللغة الإنجليزية، ورح نعمل بجسمها مثل خطوط. تعرفوا أنه النحلة فيه بجسمها خطوط، منها صفراء ومنها سوداء، ورح نشوف كم خط أسود وكم خط أصفر رح نعمل ورح نجمعهم على بعض. بس بالبداية ركزوا معي كيف منرسم النحلة. جيبوا ورقة وقلم وجربوا ارسموا معي. لازم ارسم بالبداية راسها يلي هو دائرة، ارسم لها العيون والتم. وبتعرفوا انه براسها للنحلة في اشياط طالعة منسميهم أنتناز، اللي هي بتقدر تحس شو في اشياء، وين في ورد لتروح حتى تاخذ الرحيق منهم، وهي بتستخدمهم كثير. وبعدين من بعد ما نرسم راسها رح نرسم جسمها على شكل شوي بيضاوي، بس هو كأنه مختفي ورا راسها، ما منكمل الخط هون لأنه راسها كأنه مخبي. وبعدين أكيد منرسم لها الإجرين تبعولها، وما مننسى أبداً نرسم الجوانح لأنه هي بحاجة للجوانح تحت الطير. هلأ جسمها هو يلي فيه الخطوط يلي خبرتكن عنها. رح أرسم المجموع 7 خطوط. هيدا أول واحد هون رح أعمل له خط، 1 2 3 4 5 6 7. إذا عديتهم كلهم 1 2 3 4 5 6 7، 7 خطوط بجسمها. رح نعمل نمط، 1 أسود 1 أصفر، 1 أسود 1 أصفر. أول واحد رح يكون أسود، رح لونه باللون الأسود. تاني واحدة رح أتركها صفراء، اللي بعدها بعدين. هلأ النمط بيقول إنه لازم أتركها صفراء، صح؟ سوداء صفراء سوداء صفراء، بعدين من بعدها أصفر وثم أسود.
خلينا نطلع منيح على هيدي النحلة. عنا 7 خطوط، 1 2 3 4 5 6 7. كم خط لونه أسود؟ خلينا نعدهم، 1 2 3 4، 4 خطوط لونه أسود. وكم خط لونه أصفر؟ 1 2 3. فإذن 4 + 3 = 7، صحيح المجموع 7. 4 خطوط لونهم أسود زائد 3 خطوط لونهم أصفر بيعطيني 7 خطوط، كل الخطوط مع بعض المجموع تبعهم هو 7. رسموا هيدي النحلة، فيكن تحطوا لها قد ما بدكم خطوط بجسمها، وفيكن تعدوا كم واحد أسود وكم واحد أصفر وتعملوا النمط يلي أنا عملته، واحدة سوداء واحدة صفراء، واحدة سوداء واحدة صفراء، مساحة صغيرة سوداء مساحة صغيرة صفراء، وبعدين بتعدون وبتعملوا الجمع وبتكتبوها عندكن على دفتركن. تذكروا أسلوب الجمع مهم، بس نقدر كتير نتمكن منه ونعرفه أكتر لما نتدرب عليه. تدربوا عليه كتير منيح، وأنا رح أرجع ألتقي فيكن بحصة جديدة، بس قبل ما ودعكن رح نكون مع الأغنية، ومن بعدها بقلكن إلى اللقاء. جدي لديه مزرعة فيها هو يعمل، ولديه حيوانات يعدها كل يوم، واحد حمار ينهق، اثنان بطاتان، ثلاثة خراف ترعى، ما 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 أربعة أرانب تقفز، خمسة جداء تجري، ستة كلاب تنبح هب هب هب، سبعة دجاجات، ثمانية توزت، وتسعة هم السيسان تويت تويت تويت، والعشرة هم عصافير يطيرون.